ماشي ماشي. سؤال اول اتفضل. حاجه، الموضوع اكبر من كده بكتير، وهي هي شيماء بتتكلم، شيماء عصبيه وتعبانه نفسيا، فبرضه ايه انا هفهم حضرتك دلوقتي ايه الموضوع كله. تمام. اول حاجه احنا رحنا، اول حاجه الموضوع اكبر من كده، الموضوع ان في تضارب في الفتاوي. انا رحت دار افتاء طنطا زمان من 3 سنين، فاكرها لحد دلوقتي، اتصلت بيه ورحنا وخدتها معايا مره، واول ما كلمته قلت له حضرتك انا رميت يمين على زوجتي وانا انسان عصبي، عصبي لدرجه الجنون، في مشاكل في كل حاجه في حياتي، واي مشاكل بتحصل في اي بيت استاذ وائل، حتى عند حضرتك وعند الناس كلها. تمام. معنى كده ان كل مشكله يتم عليها من طلاق؟ طب والله العظيم 90% من المصريين مطلقين عايشين حرام. ايه رايك بقى بالكلمه دي؟ انا بسمع ناس تطلع على القهوه، تطلع في الشارع. اول حاجه استاذ خالد الجندي طلع فتوى، هم يا استاذ وائل مش عايزين يطلعوا فتوى، انتوا بتجددوا في فتاوى الناس كلها، اشمعنى فتاوى الطلاق ده اهم حاجه؟ ده احمد عايز اسالك بس سؤالين. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 33 استاذ وائل. بتشتغل ايه؟ انا شغال مقاول. دراستك ايه؟ ده درست حاجه؟ انا كنت بعمل ماجستير في علم النفس ومعايا بكالوريوس خدمه حضرتك، بس وقفت طيب. الماجستير. يعني انت راجل يعني متعلم. يا استاذ وائل، يا استاذ وائل بالله عليك انا بحبك في الله، حاول تسمعني عشان اوصل لك معلومه. ما انا بس انا ليه الحاجات دي بتبقى لانه انا بعمل تشريح للمجتمع، لانه ناس كتير يا احمد يا استاذ هي وائل نفس حالتك يعني. طيب انت لما طلقت شفوي في التليفون، طب ممكن حضرتك تسمعني عشان اوصل لك المعلومه اللي طب عندي لحد اوصلها للناس كلها. اتفضل. اول حاجه بنرصد ده الافتاء في طنطا. تمام. نعم. دار الافتاء في طنطا، دار الافتاء في طنطا اداني فتوى غلط. يعني انا طلعت مراتي 3 طلقات على اساس ان هي مطلقه، قلت له انا قلت لها انت طالق، والله بسالني على نيتي يا استاذ وائل، واقول له انا عصبي. طب انا قريت في فقه كذا فتوى مثلا في على النت ان لا طلاق في اغلاق. قال لي ماليش دعوه طارق، وقع الطلاق. رحنا له مره ثاني وقع الثانيه، ما احنا قريب علينا طنطا عشان شغلي كان هناك. الثالثه برضه راح موقعها اللي تحرم عليك، فانا خدتها ضربتها وطلعتها بالعافيه عشان انا مش راجل وحش، انا راجل متدين وخاف من ربنا. تمام. دي اول حاجه. بالصدفه متجوز انا تاني، فبرمي يمين على مراتي، فبسال دار الافتاء في اسكندريه، فوجئت ان كل الكلام بتاع الشيخ بتاع طنطا غلط. بيقول لي الكلام ده كله غلط في غلط، وانت ما فيش على الكلام دوت. انت فاهم دي يا استاذ وائل؟ ما اقتنعتش، الشك دخل جوايا، رحت دار المصريه النهارده، كان معايا لجنه، رحنا من كام يوم حددنا لجنه النهارده. تصور الشيخ عوده بيقول لي ايه؟ بقول له يا شيخ انا جوايا شك، انا عاوز ارتاح نفسيا، انا يعني انا عايز اعرف حاجه، هل طلقت وقعت؟ قال لي لا. قلت له طب طنطا احق؟ قال لي طنطا ما اعترفش بيه، ده مش تبعنا. طب انا ذنبي ايه في الفتاوى دي؟ انا بقرا في العلم وتعلمنا، اي عالم زوجة اللي درس المصرية هي اهل الذكر، وانا من حقي اخد فتوى منهم. لما واحد يطلعنا مراته ويشرط ابني وهي مش 3 طلقات، خايف يا شيخ وائل ما يجتهد، خايف ما يرتكب ذنب يقول لي طب انت عصبي، طب انت كذا، والله يا شيخ وائل اهلي دايركت كده. تمام. دايركت قال لي ده محرم عليك. انا خدتها وضربتها عند المأذون وطلعتها بالعافيه. على اساس ان دوت 3 طلقات. انت طلعتها بالعافيه على اعتبار انه المشايخ قالوا لك كده. لما رحت مصر النهارده بقى قال لي لا ماليش دعوه بطنطا، كلام طنطا غلط. انا بقى عاوز احاكم بتاع طنطا، ولا ده مش حق عشان انا غلبان؟ كلام طنطا غلط ايه؟ انك انت تطلقها بالعافيه كده يعني؟ لا يعني هو قال لي انا قلت لها انت طالق في التليفون. تمام. كل المشايخ قالوا لي ما تمشيش وراه عشان خاطر انت طلوق وانت عصبي، ما تمسكش لسانك، ونيتي مش طلاق، الكلام طلع من لساني مش من قلبي، يعني انا مش نيتي طلاق، ده كلام الدين والعلم. ده كلام. ده يا جماعه في الجواز في حاجه اسمها كلام طنطا وكلام محله. اصبر يا استاذ وائل، اصبر يا استاذ وائل. يعني انت متجوز، يعني انت يمشي تمشي في القاهره وطنطا ما يمشيش والمحله يمشي يا استاذ وائل. اتفضل. يا حضرتك ده المشكله دي مشكله ملايين، انتوا ماسكين بره وماسكين حاجات، والله العظيم بره معاك. الواحده اللي بتطلع دي بتروح فين؟ هتروح مارينا ولا هتروح فين؟ ما احنا هتروح فين بالذات لو هي ماديا ما بتقدرش. واحد زي انا بيتدمر معايا طفلي. تمام. لما اجي اتجوز واحده ثاني بسبب ضرر للثانيه عشان حتى ارجع الاولى، فالموضوع كبير مش صغير، هم مش فاهمينه. انا بحب خالد الجندي ومقتنع بفتوته واقولها قدام ربنا، كلامه علم ومنطقي، لان احنا يا استاذ وائل في الدين ما جبناش زي الصحابه. الشباب كله بيشرب دلوقتي، الشباب كله عصبي. والله تعالى عندنا مثلا في الشغل يقول لك عليا الطلاق انت كذا وانت بتقول كذا. رحت للشيخ في اسكندريه قلت له اقنعني بالحجه، امشي ورا كلام خالد الجندي؟ قال لي لا. طب حجتك ايه؟ انا مش مقتنع بيها بصراحه. رحت مصر اجي اتكلم معاه ما بيسمعوناش يا استاذ وائل في الفتوى، بيديك دقيقه يا استاذ وائل. بقول له ده انا مطلق قبل 3 طلقات وبتاع طنطا، يقول لي انا اعرفوش. طب انا احاكم مين؟ اروح للسيسي؟ طب اروح لمين انا؟ طيب يا احمد دلوقتي انت عايز انت استكملت حياتك الزوجيه مع شيماء وهي حامل منك الان. لا هي مش حامل، هي مش حامل، الحمد لله الحمل كاذب، مش حامل، هي جت من عند ربنا مش حامل. هي شكت في حامل عشان ما طلقهاش يا استاذ وائل، لان انا خدتها ضربتها ثاني كنت هطلقها ثاني، لان انا خايف من ربنا وجوايا شك، وانا مش اهل علم عشان اجتهد. انا مش اهل علم عشان اجتهد، ربنا ينتقم منهم واحد واحد. وعلى فكره انت عندكوا ابن. ايوه انا عندي طفل يا استاذ وائل 3 سنين ونص، واقسم لك بالله سنين ونص. مش يا جماعه يعني ندمر، يعني انا ما عندي رسائل من الناس، واضح انه مصر كلها
بيحصل فيها اللي بيحصل لاحمد وشيماء يعني. في ناس يا استاذ وائل اتفضل. استاذ وائل ليه حضرتك ما تطلعش لجنه من الفتوى وتتناقش مع الاستاذ خالد الجندي على الهوا؟ ما فيهاش مشكله، ده مش فتنه ولا حاجه، بالعكس ده انت بتتعامل مع ملايين. هنخصص حلقه ان شاء الله. انا عاوز نهايه الحلقه يطلعوا بقرار، هل خلال كلام خالد الجندي معترف بيه؟ لو معترف بيه خلاص في دار الافتاء والثقه الرسميه وتختموا عليه، عشان احنا ما نتعبش. انا سايب شغلي وتعبان، لا عارف اشتغل ولا عارف اكل ولا عارف اشرب ولا عارف اعيش، والمواضيع دي حساسه لا تحكيها الاخ ولا الاب ولا الام، صح وغلط، ومحدش هيحس بيك كمان. وعلى فكره في ناس يعني انتوا حتى حياتكم واضح انها متدمره، تصدق يعني وتؤمن بيه؟ تصدق وتؤمن بيه؟ بالله والله العظيم انا بيتي اتخرب، انا بعت خشب وكل بسبب الموضوع دوت، تمام؟ لان انا متضرر، ده حرام وحلال. انا على فكره انا كتبت عليها عند شيخ يعني كعرف كده، وجبنا ناس وعلينا وشهر، ما رضيتش اكتب رسمي عشان خايف، مع ان انا استاذ خالد الجندي اقسم بالله انا مقتنع بيه قلبا وقالبا. انا عايز اللي يكلمني بالدين في الوقت، اقول لك حاجه، انا معايا واحد سلفي انا اعرفه، انا بالسلف على فكره، انا زين جدا بوسطي. واحد سلف لما قال لي، قال لي يا ابن الطلاق ده بيتكلم عن 100، لو كل واحد قال بطن تطالق اعرف ان نص المسلمين عايشين في حرام. انا اعرف ناس زمايلي مهندسين ودكاتره وصحفيين، اقسم لك بالله يا استاذ وائل، على التليفون وانا قاعد، انت كذا انت كذا، رحت الافتاء يقول لي عامل نيتي في طلاق. هل هو لو حس ان هو عايش في حرام هيكمل؟ في بتبقى حاسه بالفطره عندنا احنا، حاسه بالفطره كده، بتعمل حاجه حرام بتعمل حاجه حلال. انا راجل متعلم، فاهمني ازاي؟ ما خدتش حقي من الدنيا، خلاص بقى ما تجوش عليا، يعني انت تحكم معايا وتجيني شويه طالع. طيب شيماء خلينا اسمع. شيماء انت معايا؟ شيماء معاك يا استاذ وائل، معاك حضرتك. شيماء انت يعني يعني واضح انت واحمد زوجين يعني عايزين تستعيدوا حياتكم، استعدتوا حياتكم الزوجيه بالفعل، وعايزين تكملوا انتوا الاثنين مع بعض يعني. يا فندم انا مش عايزه ابني يتبهدل يا فندم، انا هو يعيش في يعني في حياه ومجتمع غير اللي احنا عايشين فيه. انا واحده، انا متعلمه، انا معايا بكالوريوس تجاره على فكره، وانا مش يعني ده انا حتى يعني يا جماعه الناس يعني متعلمين، يعني اللي انا اقصده انه بعض الناس